Can we please have quiet on the set? تخيلي انا وانت طالعين من المول، حلو؟ ومعانا الاخ احمد وقاعد ندور بإمارة مول. قلت معين لو عرفت تخمن الباسورد لبطاقة البنك عندي عشاء انت واحمد اليوم عليه. حلو؟ قلت زين. قلت تحطين التليفون تحت؟ اقبل بس قلت شوي. تخيلي في بطاقة في ماكينة ATM موجود معاك. حلو؟ قدامنا. ابغاك تخيلين الارقام اللي موجوده عليها. دخلنا بطاقه البنك باي بنك هذا؟ اي بنك؟ ابو ظبي. بنك ابو ظبي. دخلنا البطاقه، فكري باول رقم. اول رقم، هل في اي طريقه ممكن انا اعرف الرقم السري للبطاقه الفنانه؟ ما في. في غيرك في الدنيا يعرف الرقم السري؟ في ناس يعرفوه ولا بس انت؟ بس انت صح؟ فتخيلي اني انا وقفتني قدام الماكينه، حطينا اول رقم. واحد إيه؟ ثاني رقم، فكر لي ثاني رقم. إيه؟ رقم 9 صح؟ لا شباب ثالث رقم فكر لي إياها بأي لغة ثانية غير اللغة العربية، أساس بس تشوشين علي شوي. ممكن؟ ثمانية صح؟ او ماي جاد. انت قاعد تحاولين تغيرين بيتك ولا شيء ولا سافرين في مكان؟ ليه صح؟ اوكي. اخر رقم، اخر رقم 1 9 8 9 يما شو هذا؟ بسرعة صدق صدق تحشر؟ انا احتاجك. انا